أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب اكتساب اللغة. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف نتناول موضوعات الأسبوع 11، فأهلا وسهلا بكم أحبائي وطلابي طلاب الاكتساب. أهداف هذا الأسبوع: أن يقرأ الدرس قراءة صحيحة معبرة ويبين المرادفات للمفردات الجديدة. ثم عزيزي الطالب سوف نقوم بقراءة نص بعنوان الكرة الطائرة وملعبها. يتبارى في الكرة الطائرة فريقان يتألف كل منهما من 6 لاعبين أساسيين وستة لاعبين احتياطيين. يبدأ اللاعب بالإرسال، فيوجه أحد أعضاء الفريق الكرة فوق شبكة عالية تتوسط الملعب، ويرد لاعب الفريق الخصم الكرة مستعملين الأيدي والأذرع، ويحق لهم 3 ضربات على الأكثر قبل إعادتها من فوق الشبكة إلى الجهة المقابلة. وكذلك يفعل الفريق الآخر عندما تعود إليه الكرة، ويستمر اللعب ما دام اللاعبون يتقاذفون الكرة في الفضاء من جهة إلى جهة في الملعب. يربح أحد الفريقين نقطة عندما يعجز خصمه عن رد الكرة، ويربح الشوط الفريق الذي ينال 25 نقطة شرط أن لا تزيد نقاط خصمه عن 23. أما رابح المباراة فهو الفريق الذي يكسب 3 أشواط من 5. ملعب الكرة الطائرة ملعب الكرة الطائرة مستطيل، طوله 18 متراً وعرضه 9 أمتار. تعلو شبكة من الحبال الرفيعة خط الوسط الذي يقسم الملعب إلى مربعين، ويمر في كل مربع على بعد 3 أمتار عن خط الوسط خط يسمى خط الهجوم، ويحده من الطرف الخلفي الخط النهائي. نسمي المنطقة الواقعة بين خط الهجوم وخط الوسط المنطقة الأمامية، ونسمي المنطقة الواقعة بين خط الهجوم والخط النهائي المنطقة الخلفية. ويحيط بالملعب من كل جوانبه منطقة بعمق 3 أمتار تعرف بالمنطقة الحرة، ويكون الإرسال على طول الخط النهائي من الجهتين. بعد ذلك عزيزي الطالب سوف نقوم بقراءة بالإجابة عن الأسئلة التابعة لهذا النص: كم فريقا يتبارى في الكرة الطائرة؟ ومن كم لاعبا يتألف الفريق؟ ومتى يربح أحد الفريقين المباراة؟ وما شكل ملعب الكرة الطائرة؟ وماذا ينصب في وسطه؟ ثم بعد ذلك عزيزي الطالب سوف ننتقل للإجابة عن ورقة عمل بعنوان الجملة الفعلية، لكن قبل ذلك علينا أن نستذكر قاعدة الجملة الفعلية، ونستذكر أن الجملة الفعلية تبدأ بفعل وفاعل، إذا تحتاج ركنين أساسيين هما الفعل والفاعل، فلكل فعل فاعل. وقد تحتاج الجملة الفعلية إلى مفعول به، قد يكون مفعول به أول أو ثاني أو ثالث لإتمام معنى الجملة، لكن تتكون الجملة الفعلية من ركنين أساسيين هما الفعل والفاعل. كان أقول أكل أحمد التفاحة، فلو قلت أكل أحمد هنا الجملة غير تامة المعنى وتحتاج إلى مفعول به لتتم معناها، لذلك قلنا أكل أحمد التفاحة. وبعد أن نستذكر هذه القاعدة يا عزيزي الطالب سوف نقوم بالإجابة عن ورقة العمل التابعة للجملة الفعلية، وأيضا الإجابة عن العديد من الأنشطة التفاعلية داخل الغرفة الصفية. كذلك الأمر سوف نقوم بالإجابة عن التدريبات الموجودة في كتاب النشاط في كتاب التطبيقات رقم 1. في هذا الأسبوع يا عزيزي الطالب سوف تقوم بكتابة نص وصفي، سوف تقوم بوصف شخصية لأحد الأشخاص الذي يتصف بالأنانية وحب الذات ولا يحب لغيره ما يحب لنفسه.
إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت. شاكرة لكم حسن استماعكم أحبائي الطلبة.